النبي. كثيرة هي المواكب في البصرة التي تحيي ذكرى عاشوراء، لكن لموكب النبي يحيى بن زكريا خصوصية لكونه يعود لأبناء طائفة الصابئة المندائين الذين شاركوا المسلمين الشيعة في إحياء شعائر شهر محرم، مساهمة منهم بترسيخ حالة التعايش المجتمعي هنا. أسسنا الموكب النبي يحيى ابن زكريا عليه السلام أسوة الأخوان المسلمين، نشاركهم بأعزائهم ومصاب الحسين سيد الشهداء. وبأيديهم يطهي أبناء الصابئة مختلف أصناف الأطعمة فيما يقدمها للمرة زعماء الطائفة من رجال الدين، معتبرين ما يقومون به هو بمثابة رسالة إلى العالم تؤكد على وحدة العراقيين بصرف النظر عن أديانهم. كل مراسيمنا اللي موجودة هنا حقيقة يعني ما بيها فرق ولا أكو تفرق بيناتنا، يعني إحنا نعلن للعالم أنه نقول لهم شوفوا هاي إحنا الموحدين اللي هنا موجودين. وترك هذا الموقف ردود فعلا طيبة في نفوس البصريين، حتى أن موكب الصابئة أصبح مقصدا للكثيرين منهم، حيث تجدهم يتسابقون لتذوق ما جادت به المائدة الصابئية. هسه أنا ما أستند إلا أكل من المندائية قسما بذات الله، قاعد عندنا مواكب وابن أخوي عنده موكب كبير وابن عمي ذاك موكبه، إلا أكل عند المندائيين. ولا إحنا عندنا تفرقة بالبصرة يعني لا هسه ولا قبل، مستحيل، كل الطوائف الموجودة بالبصرة متعايشة تعايش سلمي. هكذا هي البصرة إذن مدينة التعددية بامتياز، ويقول البعض بأن احترام ذلك التعدد يعني حماية التعايش السلمي. واحدة من أهم صور التعايش السلمي في هذه المدينة تجسد هنا من خلال مشاركة أبناء الطائفة الصابئة المندائيين المسلمين أحياء طقوس شهر محرم. سعد قصي، الحرة، مدينة البصرة.